اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. خليها سمك النهارده، ولكن السمك النهارده مش بلطي مشوي رده او زيت وليمون، ولا بوري سنجاري، ولا بوري مشوي رده مفتوح او مقفول. معانا سمك فيليه قشر بياض، وعندنا الاطفال يقول لك انا مش باكل السمك بس مع الفيليه الكريسبي، شويه جمبري كريسبي، ده بقى غاوي الايه الحاجات اللطيفه. فهنعمل كبسه النهارده بالسمك الفيليه، والكبسه دي مدرسه في كل الدول العربيه، بتتعمل باطعمه مختلفه، بالزبيدي في الكويت، تحيه كبيره للشعب الكويتي، في السعوديه تتعمل بالسمك الكنعد اللي هو الدراك او الهامور او الشعور. معانا كمان طاجن كاليماري النهارده فاهيتا، هنعملها بطريقه لطيفه ونشوف هنعملها ازاي، بالفلفل المشكل واخده من المطبخ المكسيكي ولكن معموله بطعم مصري وشقاوه مصريه. معانا مشروب مشهور في بعض الكافيهات والمطاعم اسمه ماهيتو. ماهيتو يتعمل بالفراوله، يتعمل بالليمون، اهم حاجه في الموضوع كله التلج المجروش مع المياه الغازيه وعصير او سيرب الفراوله او النعناع حسب الرغبه. فهي مدارس، فتعالوا نشوفوا نعمله مع بعض ازاي، ويا رب نوصل للطعم اللي احنا بنشوفه بره عشان نعمله لاولادنا على وجبتنا الغداء. مش عايز اطول حضراتكم لان عندي تفاصيل كتير ومعلومه غير معلومه، وبرنامجنا متنوع كل يوم في بلد شكل وكل يوم بطعم مختلف مع تفاصيل صغيرة ولكن شكل وطعم كبير بتكلفة قليلة جدا. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد. كبسة السمك الفيليه الهامور هتتعمل النهاردة بالطعم العربي الأصيل. توابل العربية هي عنوان المطبخ العربي. قبل ما أقول الماتيريال بتاعي، لازم الليمون الجاف اللي هو الليمون اللي موجود معانا، والحبهان والقرنفل والمسمار. المسمار اللي هو القرنفل، والقرفة اللي هي الدارسين، والحبهان اللي هو الهيل، والليمون الجاف. دي التوابل والمقادير اللي موجودة على الشاشة إزاي نعمل الكبسة بالطعم العربي الأصيل. التوابل العربية هي عنوان المطبخ العربي وهي مذاق المطبخ العربي. إذا كان في كل الدول العربية لازم التوابل العربية. معانا سمك فيليه قشر بياض، ممكن يكون كنعد، ممكن يكون دراك، ممكن يكون سمك زبيدي، ممكن يكون سمك شعور. أنا عاملها بالفيليه الهامور النهاردة عشان كبار السن والأطفال، ما فيهوش لا حسك ولا شوك. الشوك هو الحسك على فكرة. ومعانا رز بسمتي، ومعانا بصل وتوم، مكعبين من الزبدة، ومعلقتين زيت. انا مش هستخدم سمنه في الكبسه دي، مش زي الدجاج او اللحمه. اللحمه او الدجاج بنستخدم سمنه بلدي، لا هنستخدم زبده وزيت في الكبسه بتاعه السمك بالذات. تعالوا شوفوا هنشتغلها مع بعض ازاي. طاسه شديده الحراره على النار بتسخن، حلو الكلام، بنحط فيها معلقتين من الزيت ونمسك السمك ده نتبله. على ما نحضر الطاسه كده ببصلايا على النار، دي مهمه جدا على فكره. فين البصل؟ معانا البصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الكبسة بنروح على السعودية، وتحية كبيرة للشعب السعودي، نعمل عمرة، نعمل حج، نشتغل زيارة، بنرجع نبقوا عايزين ناكل الكبسة أكلناها هناك، بنيجي هنا عايزين نعملها يا إما بالفراخ يا إما باللحمة يا إما بالسمك، بس هي بالسمك مش مشهورة قوي. هي أشهر طبعا أنواع الكبسة يا إما باللحم الضاني أو بالدجاج. فالكبسة عنوانها البهارات العربية. عندك البهارات العربية الخمسة اللي موجودين معانا دول، مخرجنا الجميل الشاطر هيجيبهم لنا، اللي هو الحبهان يسمى الهيل في الخليج، وعند العطار عندنا في وسط البلد حبهان. القرنفل اللي هو المسمار يسمى في الخليج مسمار، هنا عند الراجل العطار حبيبنا قرنفل، قصدي القرنفل. نيجي ليه والليمون كمان، القرفة اللي هي الدارسين الطويلة دي، في منها نوعين، في منها رولز وفي منها خشبية، دي القرفة اللي هي الدارسين. وعندنا اللومي اللي هو الليمون الجاف، ده عنوان الكبسة. كبسة ما فيهاش ليمون جاف ما بقتش كبسة، اللي هو الليمون الأسمر اللي موجود معانا. حلو الكلام. البصلية تاخد لون كده، بنصبر عليها شوية. مدرسة المغازي بتقول مكعبين من الزبدة في حالة تحمير البصلة يساعد على الإحمرار جيدا وصفاء اللون. حلو قوي. ناخد السمك بتاعنا نتبله، ده قشر بياض ما فيهوش لا شوك، الأطفال ياكلوا منه آمن
كبار السن، سريع المضغ، سريع الهضم. اهوت ده السمك الفيليه بتاعنا، هنتبله مع بعض. ناخد الليمون ده انا عايزه، ممكن نجرنش بيه الطبق بتاعنا. خليكي في المطبخ كده، بسيطة وسهلة، تقوم الحاجة تطلع معاك زي الفل. والحاجة اللي بتجودي عليها زيادة عن اللزوم ما بتطلعش مظبوطة. ده السمك الفيليه، هنتبله بالثوم. معلقة معجون طماطم. حلو قوي. معانا البهارات بتاعتنا الناعمة، اللي هو البابريكا. أنا هنا بكسب وقت، البصلية بتاعتي بتتحمر. شوية كركم، السمك خد لون يفتح الشهية، ملح وفلفل. حلو زي الفل. هل يا شيف يا عينيا البصلية؟ حاضر اهو بصلاية لسه، دي بصلتك حلوة يا شفيق. شفت البصلاية؟ ده أهم حاجة اللون بتاع البصلاية دي، لازم السمك ينزل عليها وهي جاهزة. مكعبين الزبدة، لونوا البصلة معايا وخلوها ايه طرية. حلو قوي. والبصل بيتحمر، بننزل بالتوابل العربية بتاعتنا اللي هي عنوان المطبخ العربي. قرفة يعني درسين، لومي يعني ليمون جاف، حبهاد اللي هو الهيل. المسميات دي عشان حضرتك لما تنزلي تشتريها من عند العطار يا ست الكل. وادي القرنفل اللي هو المسمار، في منه مطحون وفي منه سليم. على فكره انا بحب اشرب الشاي بالقرنفل، لطيف جميل جدا. الشاي بس يغلى على النار وانت بتصبيه حطي فصين من القرنفل ده كده، هتشربي شاي له طعم ومذاق خاص، خاصه بعد اكله سمك مش هتشم ريحه السمك في بقك نهائي. حطينا التوابل بتاعتنا، نخليها قدامنا كده، نقلب البصلايه الحلوه دي تشرب من التوابل دي كده. دي اساس الكبسه زي ما انا شغال كده. حلو قوي. معانا سمك اللي هو الفيليه بتاعنا، بنمسكه نتبله كده. السمك التبل اهوت بالتوابل الناعمه. التوابل الناعمه دي عباره عن حبهان، كمون، كزبره، معلقه معجون طماطم زي ما انا شغال كده اهو. السمك غير اللحمه غير الفراخ ما بياخدش وقت كتير في السوى، بس انا كمان عايز السمك يبقى له شخصيته في قلب الرز، ماسك نفسه مش مهري، وده مطلوب. نعمل ايه يا عم الشيف؟ نعمل الطريقه اللي انا هستخدمها دلوقتي، دي مهمه جدا على فكره. كل القصه هاخد السمك ده كده بعد التتبيله الحلوه دي كده، وارصه على البصله دي واغطي الحله بتاعتي. اللهم صل على النبي. شوف الحلاوه. واحده واحده كده. الله عليك. حلو قوي. شفت المطبخ بسيط وسهل ازاي؟ زي الفل لغايه دلوقتي. شويه شوربه، شويه ميه، بنعمل الحركه دي كده، ما بنسقطهمش على السمك، بنسقطهم في جنب كده. حلو الكلام. ونغطي الحله دي، لازم نغطيها عشان البخار، السمك بتاعنا ياخد لون. هغطيها زي ما هي، نغطيها بس. نبدا نحضر اللي بعد كده. معانا زي ما تحبوا، انا جاهز. دي خطوه. الخطوه الثانيه الرز. اختيارك للرز بتاع الكبسه لازم يكون مهم جدا. انا شخصيا بحب الرزايه اللي هي بعد ما تستوي تبقى ايه طريه. في رز بسمتي بعد ما يستوي كاننا بناكل بلاستيك، ده سعره رخيص ومش موجود، وموجود ومتوفر في اماكن مختلفه. ولكن يفضل لما تشتري رز الكبسه، في انواع مش عايز اقول اسمها، رزايه بتلاقيها طويله ولطيفه. الرز ده زي الفل. ده مهم جدا على فكره، علشان بعد ما بتستوي بتبقى طريه، بيسموه في الكويت وفي الامارات العيش، ولكن هو اللي هو الرز البسمتي. في الخليج طبعا، في السعوديه وبعض الدول العربيه يسموه الرز البسمتي عادي. اشكال والوان منه ومسميات مختلفه، ولكن يفضل الحبه الطويله البيضة. دي افضل انواع الرز البسمتي لاستخدامها في الكبسه. ما تتعملش بالرز البصري، الرز البصري يتعمل في اليونان واليابان سوشي،
من غير الرز المصري ما يبقاش سوشي، عشان كده اليابانيين شطار واذكياء لانهم بيفطروا كل يوم رز مصري. مش عايز اطول حضراتكم، خلينا ناخد بعدين نطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل المطبخ بتاعنا النهارده سمك ولكن بطعم وشكل تاني، اوعى تروحوا بعيد. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تفاصيل صغيرة ولكن معنى كبير وطعم جديد. السمك الفيليه اعتقد ان هو على وشك السوى. هتيجي المعادلة الطهوية بتقول لك ايه؟ شيف مغازة حرام عليك، السمك استوى، فين الرز؟ احنا نعرف ان الفراخ لازم تستوي مع الرز، واللحمة لازم ناخد شوت شوربة حلوين. معاك يا ست الكل والله. عيني انا هوريك دلوقتي، شفت السمك؟ شفت السمك؟ شفت الدلع؟ بص اهي 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 اهي، شفت ماسك هبره هبره اهي، حته من الموزه اهي. اه ده السمك اللي فيه. اه لسه ما خلصناش احنا، لسه الكلام الحلو جاي. اه السمك خد من البصله، خد من التومه. انا في الاخر عايز شويه شوربه يا مغازي، عشان رز الكبسه ده لازم ياخد طعم الشوربه، والا ما تبقاش كبسه. ليه سموها كبسه؟ تقدر تقول لي يا شفيق؟ اذا جاوبت على السؤال ده هجيب لك طبق كبسه. العب يا سمك، هو ده. اه عشان اللحمه او الفراخ بيتكبس جوه الرز. بس المعادله الطهويه زي ما قلت في البدايه ان الرز ده عايز وقت كتير في السوى. نقوم نعمل ايه بقى يا ست الكل؟ خدي بالك من التركايه دي. احنا غلينا ميه على النار، والميه دي مكانها بوكيه جرني مطعمينها بفليفر من الكرفس والثوم والبصل. بعدين صفينا الميه وحطينا الرز البسمتي بتاعنا ياخد غلوه هنا، حضرناه. اه هيقناه. اه مع الحبهان برضو، اه والورق اللورا والقرفه في قلب الميه اللي بتغلي دي كده. فكره عمل البرياني، الله عليك. ايه قصه البرياني؟ برياني بالسمك، برياني بالدجاج، برياني باللحمه. ان الرز بيستوي ثلاث ارباع سوا، بعدين ينزل على اللحم او الدجاج المخلوط بالحليب او باللبن او بالحامض، المسميات بتاعته المختلفه، مع الكشنه اللي هي البصل والثوم والتوابل. اه شرحنا طريقه عمل البرياني واحنا شغالين. الرز البسمتي هنا متحضر، هنعمل ايه في السمك بتاعنا الجميل الحلو ده كده؟ زي ما هو كده هناخده دلوقتي في كسروله تانية نطلعه. انا عايز اخلص من الكبسه دي لان فيها شغل كتير شويه وحساسه، لو ما ظبطتهاش هتلاقي الكبسه السمك اتهرى في قلب الرز وملوش معالم. اه ناخد كده الايه؟ اه السمك بتاعنا. الله، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ شفت بقى مكان تسويه السمك؟ هي دي الشوربه بتاعتي. اه الله. اه اه حلو قوي. اه اللهم صل على النبي، حلو قوي. مكان تسويه السمك بنخليها زي ما هي في قلب الطاسه. لا 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 استنى حبيبي، استنى حبيبي يا شيف، هي في نفس الحله اهو. شفت الجو ده كده؟ اهو ده اللي انا عايزه. اهو ده اللي انا بدور عليه، ده اللي انا بشتغل عليه من الصبح. اهو زي ما هو كده. اهو اهو هعمل ايه دلوقتي يا عم الشيف؟ هو ده. اهو ظابط الملح، كل القصه. باخد الرز بتاعنا الجميل الحلو ده كده. اهو هو ده. بص على الحلاوه دي، بص على الشقاوه دي. لما بقول المطبخ رؤيه وفن وابداع، هو ده. اهو وتشيلي بالمغرفه دي كده من غير ما تصفيه، ينزل ببركته كده. اه 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 حلو. اه ده الرز. الله. اه الله عليك يا عم الشيف. اه هو ده كبسه السمك، غير كبسه السمك الجزل طبعا. لو هنعمل جزل من الكنعد اللي هو الدراك او السمك الزبيدي او السمك الهامور، ده يبقى جزل معانا. جزل يعني السمكه بتتقطع جزل ما بتخليش، طريقه السوى هنا بتختلف. اما الفيليه بالذات لازم استخدم الطريقه ديت لانه حساس شويه. اه كده انا خدت كل الرز زي الفل، باخد منها شويه كده. خلص الكلام، نقلب الرز بتاعنا ده كده. بص على الحلاوه بقى، بص على الشقاوه بقى. هو ده الرز، دي الكبسه بتاعتي. الله، سموها كبسه ليه قلت لي؟ عشان بنكبس السمك
او الفراخ او اللحمه او الدجاج يعني عشان بقى بنتكلم باللغه العربيه في قلب الايه الرز. هنعمل الكلام ده مع السمك ولكن بمدرسه المغازي. ادي الكبسه، ادي الرز جاهز، اعتقد ان هو 3 ارباع سوا بالشكل ده كده. كل القصه هعمل ايه يا عم الشيف دلوقتي؟ السمك بالراحه خالص كده. الله عليك وعلى والديك يا راجل يا طيب. اهو ده، زعلش. لازم الرز يمر بالمرحله اللي انا بدات بيها. الله عليك. ونغطي الحله دي وننساها بقى، ننسى ان في حله على النار، والمثل الشعبي يقول لك اتقل على الرز يا مغازي لما يستوي. حاضر عينيا. لا ده انت تدلعها اخر دلع، تستاهل دي، دي فيها خبره السنين يا شفيق، دي مدرسه اهو. دي عايزها انا دي، شويه الجوس دول، ده الا دو الا ده، هو ده، ده البهريز، هو ده هو ده. الف هنا وشفا للي ياكل. خلصت الكبسه، هزها هزه، وناخد دي هنا عشان نشتغل الايه الفاهيته، ونسيب دي تعيش مع نفسها كده. حلو، بس تنشف الشوربه او الميه. لا سلقنا لحمه بقى ولا سلقنا فراخ، تاني نظري كده وانا شغال. اول حاجه البصلايه اهتميت بيها، خدت اللون الصفار والكهرمان بواسطه معلقتين زيت ومكعبين زيت. حمرت البصلايه، نزلت عليها بالتوابل العربيه الناعمه اللي هو الحبهان الناعم مع الكمون والكزبره والبابريكا وشويه كركم. حلو الكلام. خدت تسويه البصله، بعد كده نزلت بالسمك بعد ما تبلته. تبلت السمك كويس بالثوم والبهارات بتاعتنا، وبعدين حمرته في قلب البصله. البصلايه خدت من طعم السمك، والسمك خد من طعم البصلايه، الاثنين اتعرفوا على بعض. حلو قوي. كان الرز عندي جاهز مغسول ومنقوع، وعندي ميه بتغلى على النار اللي هو بوكي جرنيه من الجزر والكرفس والبصل والثوم. سقطت الرز في قلب الميه دي، خد غلوه الثانيه، حضرته. بعد كده خدت السمك ركنته على جنب، قلت له ريح شويه، ونزلت بالرز في قلب الخلطه او الكشنه بتاعه السمك اللي استوى فيها السمك. وبعد كده رصيت السمك في قلب الايه؟ في قلب الرز. دي كبسه ولا مش كبسه يا بتوع المدارس؟ دي كبسه. هنغطي الحله بتاعتنا ونخليها على جنب. اظن كفايه عليها كده يا شفيق، اغطيها بقى، دي لازم تتغطى شويه. حلوه قوي. تعالوا نرجع لحكايه الكبسه مع بعض. كبسه اخبارها يا عم الشيف، عايزين نشوف الكبسه اللي انت صدعت راسنا فيها من الصبح. نوسع لها كده عشان نغرفها مع بعض. جاهزه في السرفيز الحلو ده كده. فين السرفيز اللطيف؟ نعمل سرفيز شكل سمكه يفضل يعني، لو ما عندكيش مفيش مشكلة. عينيا حبيبي حبيبي مبدع. ادي السرفيز الحلو ده كده. حلو، تعالوا نشوف الكبسة اخبارها ايه، هنغرفها ازاي مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. عايز اعمل المهيتو ده، هي العدل الاكلة دي، مستر مهيتو. شوف الكبسة معايا، شوف الحلاوة. الله، شفت طريقة الغرف نفسها؟ لازم تنضرب كده المغرفة في قلبيها اهو. يلا بينا. اللهم صل على النبي. بص على الحلاوة بقى، بص على الشقاوة بقى. السمك الفيليه طالع ازاي من تحت، هو ده. الله. الله، كل ما تضرب المغرفة يطلع لك جزلة. ألف هنا وشفا. إيه الحلاوة دي يا عم الشيف؟ ألف هنا وشفا. والله يا شيف انا كنت بعمل الكبسه دي الاقي السمك اتهرى في قلب الرز. نعم، حاضر يا غالي.
دايما انت واقف لي بالمرصاد، عايز يشوف السمك عيني، عايز يشوف السمك في قلب الكبسه مهري ولا مستوي. انا هشيل لك جزه دلوقتي واطلعها لك في الطبق، وعلى عينك يا تاجر. اهي بص الجزله، ده السمك بتاعنا في قلب الرز طالع زي الفل. شفت البياض والحلاوه؟ بص 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 هو ده هو ده. الف هنا وشفا. انا هاكل الرز واسيب السمك. بس بنشوف مع بعض تفاصيل بتاعه السمك بعد ما استوى. اكسرها كده. الف هنا وشفا للي ياكل. خلاص حلقتنا النهارده ببساطه سهوله مرونه، تفاصيل صغيره ولكن طعم جديد وشكل جديد بتكلفه قليله جدا. عملنا الكبسه بالسمك الفيليه الهامور، وعملنا طاجن كاليماري فاهيتا يتن سخن قدام حضراتكم على الشاشه طبعا بتكنيك عالي والزهره بتاعتنا، وخلي بالك الاطفال الصغيرين ما يقربوش منها لانها سخنه جدا. والمشروب اللطيف الجميل الحلو ده كده بهديل كل المتابعين اللي بيتابعونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو.